بين شبر وآخر يقف الموت متربصا باليمنيين، وكأن الميليشيا لم يكفيها ما قدمته من موت عبر قذائفها ورصاصها طوال أكثر من عامين وعلى كامل مساحة البلد. في صحراء شبوة حقول واسعة من الألغام المزروعة بكثافة تأخذ حياة المدنيين ومواشيهم وتحيلهم إلى أشلاء، فيما يواصل الجيش الوطني مهمة نزع هذه الألغام التي تعرقل مسيرة انتزاع الميليشيا وطردها من آخر جيوبها في المحافظة. في كل مكان تحصل لغم، عبوة هنا وعبوة هناك، من الطريق العام زرعوها وشلت كثير من السيارات وهم مسافرين في أمان الله في الخط، حتى بعضهم ليس من أهل المنطقة، من مناطق بعيدة. الفريق الهندسي في كتيبة الحزم المرابطة بجبهة الساق بمديرية بيحان غرب محافظة شبوة تمكن حتى الآن من نزع وتفكيك ما يقارب 670 لغما وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع في مناطق وادي ذهبة والساق والعكيد شمال بيحان. لا يظهر ذكاء الميليشيا إلا في كل ما له علاقة بالموت وثقافته، فبحسب مسؤولي نزع الألغام في الكتيبة قامت ميليشيا الحوثي والمخلوع بإجراء تعديلات على هذه الألغام لتحويلها من عبوات مضادة للعربات العسكرية إلى ألغام تنفجر في حال تعرضت للدهس من قبل البشر والسيارات الصغيرة والمواشي، بعد أن ربطتها ببطاريات تفجر اللغم في حال تعرضه للدهس من الأجسام الصغيرة. إلى الآن الإحصائيات ما يقارب أكثر من 100 قتيل وحايا الألغام، وما يقارب 200 من الإصابات، وكما هو معروف أن إصابات الألغام إعاقات، أغلبها 90% إعاقات. كثيرة هي الألغام التي زرعتها الميليشيا في الجسد اليمني والتي ستدمي اليمنيين وتعوق حياتهم في المستقبل، فيما سيبقى عليهم التحرك بحذر بين تلك الحقول المرعبة التي زرعتها الميليشيا لتحول بينهم وبين استعادة دولتهم ومصيرهم.